انا ممكن اساس. اتشارك في الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. ما هو برضو السؤال، هل لو على افتراض ان الكلام اللي هو اتقال وحضراتكم اكيد قلتوه سمعتوه كلكم ان هو ان محمد شريف ومجدي قفشه في المباراتين اللي انا اتفرجت عليهم، اللي يعني هو كارلوس كيروش اتفرج عليهم شاف ان هم مش كويسين او اقل من مستواهم، خلاص؟ طب هل من الطبيعي ان انا كمدير فني استبعد افضل لاعب في مصر خلال الفترة الأخيرة محمد مجدي قفش، وأفضل الهداف في مصر خلال الفترة الأخيرة جايب 20 هدف ولا 21 هدف؟ هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. هو خلينا برضو عشان نبقى مهما كانت الظروف ومهما كان الماتشين خلينا نكون برضو واضحين، هو المسؤول الأول والأخير على الاختيارات هو كارلوس كيروش طبعا وجهازه المعاون سواء كان البرتغالي أو المصري، فهم المسؤولين عن اختيار القائمة. ولكن الحقيقة حتى يعني باللوجيك كده، هل ما كنتش هتحتاجهم حتى على الدكه؟ هو ده اللي انا بقول، يعني حتى يعني هل كل الموجودين ال 24 ال 10 اللي في المراكز اللي قدام كلهم احسن من قفشه وشريف؟ يعني اعتقد انه هو ما شافش كوكا. وبرده في حاجه مهمه جدا، دي بقى اللي هو دور المجموعه المصريه اللي موجوده في الجهاز. لان في لعيبه يعني على الورق احمد حسن كوكا هو احسن مهاجم في مصر. احمد حسن كوكا لم يقدم اي شيء لمنتخب مصر منذ انضمامه. على الورق ازاي؟ لا استنى بس، على الورق ازاي هو طول الوقت احمد حسن كوكا هو المهاجم المحترف اللي بيجيب جوال في كل فرقه اللي لعب فيها، فانت على الورق هو مهاجم متالق بره مصر هداف على طول ويجي منتخب مصر ما بيعملش حاجه. فلازم في حاجه يعني، حتى احنا انا اتذكر انه في كاس الامم الافريقيه في الجابون لما كل رؤوس حربه اتصابوا لعب عمرو ورده في النهائي، لعبنا عمرو ورده في النهائي، واحمد حسن كوكا في قبل في التمرين اللي قبل النهائي اتصاب اصابه غريبه جدا، يعني اتصاب اصابه في التمرين في ظهره. يعني لما كهربا توقف انذارين بعد ماتش البوركينا كان المفروض الاعتماد كله على كوكا. كوكا اتصاب في كاس الامم الافريقيه 2019 اتصاب. الحقيقه كوكا غير موفق تماما مع منتخب مصر، فهل الاعتماد هيبقى على كوكا الغير موفق ولا مصطفى محمد اللي لسه يا دوب النهارده لسه اول مباراه يلعبها سجل هدفين ولكن هو كان بعيد جدا عن المشاركه، ولا عمر مرموش اللي هينضم للمره الاولى لمنتخب مصر؟ فالحقيقه كان لازم يتقال له انه دي تركيبه، لانه ماتشين صعبين جدا. الماتشين دول لو ما خدناش فيهم على الاقل اربع نقط هيبقى موقفنا صعب أربع جدا نقط حتى لو خدنا الاربع نقط. حتى لو خدت الاربع نقط هتظل نقطتين برضو. لا ما لو خدت اربع نقط انت لو كسبت ليبيا هنا بقيت انت سبعه وليبيا سته، وتعادلت هناك بقيت 8 وهم 7، هتبقى انت اللي فارق. فخلاص انت ركبت المجموعه وبالمواجهات المباشره تكسب الماتش اللي هنا، خلاص تكسب الماتش على ارضك اللي فاضل مع الجابون فهتبقى وصلت. فالتعادل والفوز على الاقل، لانك لو كسبت هنا وخسرت هناك لا قدر الله بقى الفرق زي ما هو، بقينا 7 و9 فالدنيا هتبقى مش لطيفه. هو يبقى المنتخب الليبي هو اللي راكب المجموعه وهو اللي قدام. فعشان كده الماتشين دول ما كانش، وبرده زي ما بنقول ده دور الجهاز الفني المصري، كان لازم يفهموه ويقولوا له ان الماتشين دول مصريين فما فيش احتمال للمخاطره، فنلعب على المضمون نلعب على اللعيبه. لانه حتى لما تشوف هداف المنتخب المصري الاثنين الهدافين بتوع المنتخب المصري في تصفيات كاس الامم الافريقيه قفشه وشريف، يعني اللي هدفه في كل مباراه قفشه وشريف. عشان كده ما هو حتى الماتش الودي محمد شريف عندنا قناعات ان محمد شريف كان لابد ان يتواجد في المنتخب، وقفشه انا من وجهه نظري اللاعب رقم واحد في منتخب مصر لازم يبقى موجود في المنتخب مهما كانت حالته، لكن في النهايه ده قرار مدير فني. يعني احنا قناعتنا ان انا من وجهه نظري قرار غير سليم، لكن في النهايه عليك ان تحترم قرار المدير طبعا الفني. وكلنا في ظهره. انا بقولت النهارده يعني اخر يوم نقدر احنا كهنا قناه الاهلي مش هنتكلم فيه تاني، بيت الكبير مش هنتكلم فيه تاني، لانه خلاص في النهايه احنا بشوف وجهه نظر حضراتكم وخلاص هنبقى ده. بس تعقيبا على الجزئيه اللي قالها عويس بالنسبه للجهاز المصري المعاون، الجهاز المعاون المصري بيقول لك كيروش كل المعلومات اللي انت تتخيلها ولا تتخيلها بالظبط كده. هو في الاخر لكن في الاخر في النهايه هو بياخد القرار واعتقد انه بيعتمد بصوره كبيره على المجموعه اللي جمعها المحللين بيعتمد على المحللين وبيعتمد على الفيديوهات اللي بيشوفها بنسبه كبيره جدا. ما هو لو بيعتمد على الفيديوهات يبقى برضه قفشه وشريف المعيار هو مجموعه المحللين معاه بجانب الراجل المساعد بتاعه اللي هو روجر دي سام. روجر دي سادة كان المدير الفني، كان المدير الفني بتاع جنوب افريقيا، كان ماسك اورلاندو بايرتس في النهائي لما لعبونا 2013 أوكي. لما كسبناه هو على الورقه والقلم مسك ورقه وقلم، ده انا بكلمك اللي حصل. هو كان تصنيفه بالنسبه لقفشه عبد الله السعيد رقم واحد. اوكي على اساس ايه؟ هو تصنيفه هو بعد الماتشات اللي شافها قبل ما يجي وبعد يعني شاف كتير اوكي
لا وطبقا للحاله اللي موجوده دلوقتي بجانب الفيديوهات اللي قبل كده الفيديوهات اللي كده برضه بس هو الحاله البدنيه والفنيه بتاعت اللعيبه في الفتره دي ده هو ترتيبه هو وهو لوحده مش الجهاز المعاون في بعض افراد الجهاز المعاون كان معترض على محمد شريف تحديدا انه يخرج كان ترتيبه في صانع الالعاب عبد الله السعيد ثم ابراهيم عادل وهو مش من النوع اللي لو ماتشين بياخد لعيبه كتير هو بيقول لك انا عندي ماتشين انا هاخد 2 لعيبه في المركز ده واخد 2 لعيبه جناح يمين واثنين لعيبه جناح شمال وجهه نظر تمام ما بحبش لكن لو بطوله هاخد هاخد عدد من قرر ان كل معسكر يبقى عنده 4 حراس مرمى و20 لاعب واخد قرار الموضوع منتهي 20 لاعب واربع هو الحقيقه واضح ان هو بيشتغل بشكل معين ان هو دايما بيدي الموضوع بمعنى ان كابتن الجمعه حتى في تصريحاته اتكلم على ان المنتخب الوطني هو قائد المنتخب الوطني في مباراتي ليبيا محمد صلاح مهما كانت الامور ومهما كانت بس مين اللي قال ان احمد فتحي اعترض لا لا انا ما حدش قال ان احمد فتحي لا الناس بتقول لك احمد فتحي وهيعترض احمد فتحي يعني انا مش عايز اتكلم انا تواصلت مع هيروح عادي جدا والموضوع بس عادي بس بعد الماتشين هيتكلم بس هو الراجل بيقول ان انا بشعر بحسيت الموقف وان احنا لازم نكسب الماتش لما نعدي بكليبي هنتكلم بالنسبه للموضوع المهاجم برضه يا كابتن نفس الموضوع هو احمد حسن كوكا هو راجل شاف في البرتغال اوكي وعارف كويس جدا اوكي تمام ممكن ممكن هو شايفه وعارفه وعارف كويس جدا مع المدير الفني بتاعه في البرتغال المدير الفني بتاعه دلوقتي في تركيا فهو كوكا اختياره هو واصرار منه هو